أن يكذب بخصوص ما حدث ليلة الماضية في خان يونس. مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس والذي تحدث عن أكثر من 40 قتيلا، أو وزارة الصحة التابعة لحماس والذي تتحدث عن 19. وهل الاثنين يكذبان؟ واضح أن أرقام حماس مبالغ فيها وتهدف إلى التغطية لجرائم حماس بالاختباء بين ناس، بين الخيام، وخاصة في المناطق الإنسانية. وماذا عن الحقيقة؟ فخلال الليلة الماضية شن جيش الدفاع هجوما دقيقا على عدد من المخربين البارزين في حماس الذين تصرفوا من داخل مجمع قيادة وتحكم تم تمويئه داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس. من بينه هؤلاء المخربين الذين تم استهدافهم المخرب المدعو السامر إسماعيل أبو دقة قائد القوى الجوية في حماس، وأيضا المدعو أسامة طبش الذي كان يعمل رئيسا لقسم الاستطلاعات والأهداف في ركب الاستخبارات التابع لحماس، وأيضا المخرب المدعو أيمن البحوح وهو أيضا قيادي كبير في حماس. للمخربين كان ضلوع مباشر في مجزرة 7 أكتوبر وعملوا على تنفيذ مخطط إرهابية بحق جيش الدفاع ودولة إسرائيل خلال الفترة الأخيرة. لم يبقى لهؤلاء الدواعش الحمسويين المهزومين المطاردين ذرة من الإخلاق ليختبئوا بين ناس، بين الخيم. هم جبناء وهم كذابون.